البوكس الاسود الصغير ده في الحلقات بتاعتنا بتحول منزلك الى منزل ذكي. اول جهاز معانا وهنشرحه. الجهاز ده مهم جدا بالرغم من صغر حجمه، شايفين صغير قد ايه يعني جوه ايدي، تمام. وبالرغم من صغر حجمه بالشكل ده الا انه جهاز مهم جدا. وانت لو بيتك الاجهزه اللي عندك في البيت بتشتغل بالريموت، والجهاز ده اهميته في انه بيشغل اكتر من جهاز جوه البيت. ده جهاز اسمه يونيفرسال انفراريد ريموت كنترول، تمام. يعني انا اقدر احط عليه اكتر من جهاز بيشتغل بالريموت كنترول الانفراريد، تمام، واقدر اتحكم فيه من خلال تطبيقات الموبايل او تطبيق الموبايل اللي موجود مع الجهاز، تمام. طيب زي ايه ممكن يتوصل على الجهاز ده؟ زي ممكن التكييف، زي التلفزيون، زي اي جهاز سمعي في ريموت كنترول، زي شطر او ستاير فيها انفراريد ريموت كنترول، بروجيكتور، مروحة، اي جهاز سمعي اوديو اقدر اتحكم فيه برضو من خلاله. الجهاز ده بيتحط في قلب اوضه، تمام، وبيربط الاجهزه اللي موجوده فيها كلها، بعرفها عليه، تمام، واقدر اشغلها بالنسبه لاوضه. طيب انا عندي مثلا اوضه 6 في 6 متر، هو ده الرينج مثلا بتاعه 12، بيبقى بالرينج ده الرينج بتاعه الماكسيمم 12 متر، تمام. هنشوف بنشغله ازاي وبنعرفه ازاي وبنحطه ازاي ونقدر نشغل عليه كام جهاز ونقدر نشغل وظائف ازاي ونتحكم فيها ازاي. كل ده هنشرحه وهنقوله بالتفصيل. ده جهاز سمارت يونيفرسال انفراريد ريموت كنترول، تمام. يعني انا بجمع عليه اكتر من جهاز واتحكم بالابليكيشن من الموبايل او اتحكم بالصوت او ايا كان طريقه التحكم اللي انا هتحكم بيها من خلال الابليكيشن بتاعه على الموبايل. الجهاز ده حرفيا هيوفر لك كتير. اولا هتوفر، انت مش هترمي الريموتات اللي عندك، انت هتشيلها تخزنها في مكان وهتبدا تستخدم الموبايل بتاعك انك تتحكم من خلال الجهاز ده في الاجهزه اللي موجوده في قلب الغرفه الواحده. يعني الجهاز ده هيوفر لك استخدام بطاريات لاجهزه الريموت، ومش هتقعد تدور على ريموت فين عشان تقدر تشغل، وهتقدر تخلي كل افراد البيت يقدروا يشغلوا او يتحكموا في الاجهزه من خلال الموبايلات بتاعتهم او من خلال الصوت. يعني انت لو عندك اجهزه كتيره بتستخدم ريموت كنترول، ممكن كمان في اضاءه، يعني ممكن كمان الاضاءه يبقى في بعض اللمبات فيها بتستخدم انفراريد في انك تعملها اون واوف او تغير الالوان بتاعتها، تمام. في انواع من الاضاءه موجوده او اللمبات موجوده بالشكل ده. فانت يعني لو استخدمت الجهاز ده انت تقريبا عملت ما يقرب من 40 ل 60%. لو انت عندك اجهزه كتيره بالريموت كنترول بتتحكم فيها بالريموت كنترول، الجهاز ده لو استخدمته انت او البوكس ده لو استخدمته انت تقريبا بتتحكم في حاجات كتيره جدا او حولتها لسمارت بتكلفه قليله جدا او بسيطه جدا. طيب الجهاز ده بتراوح سعر بيعه في الوقت الحالي في مصر، تمام، من 1100 لحد 1300 على حسب امكانياته، تمام. طبعا في بعض الاماكن بتقول على حسب الكميات والكلام اللي زي كده سعره بيقل تقريبا 20% او 30%، بس ده السعر المعروض حاليا في السوق، كويس. من خلاله بقى هتقدر تتحكم في اكتر من جهاز، تمام. يعني انت بتحطه في الوضع بتاعه كده، انا بحطه على اللي هحطه عليها تثبت كده، تمام. هو ليه، هو كل فيه بيتحط هنا في الادابتر بتاعه، في ادابتر، تمام، وممكن تحطه بقى تثبته تحت التلفزيون، تثبته في اي حته ما فيش مشاكل، بحيث ان هو يتثبت وياخد منك الاردرات. هو الرينج بتاعه 12 متر انفراريد، تمام، وطبعا بيشتغل على الواي فاي بتاع البيت، تمام. وهنشوف بنعرفه ازاي ونوصله ازاي وبنعرف كل جهاز ازاي، هنشوف في الفيديوهات بتاعتنا او هنشوف خلال الفيديو ازاي بنعرف الحاجه. وفي طبعا منصة خاصة لعملية التطوير من الجهاز ده،
وبنقدر نضيف أجهزة أكتر من كده ونتحكم بشكل أكبر من كده عن طريق المطورين اللي على البلاتفورم دي. تمام، هي البلاتفورم الخاصة بشركة اسمها تويا، تمام، منزلة الشغل ده، أو شركة سمارت لايف، تمام، وبنبدأ نشتغل عليه ونوظفه في السمارت هوم. تمام، فأنتوا تابعوا معانا وبإذن الله هنشرح إزاي نعرف الجهاز ده ونستفيد منه ونشغله بشكل صحيح ونوظفه في السمارت هوم. استكمالا لكلامنا والجزء العملي على اليونيفرسال انفراريد ريموت كنترول، تمام، هنبدأ نشوف تطبيق على التكييف الاير كونديشن، تمام، ونشوف بنعمل البوردرات الصوتية ازاي. تمام، انا جنبي التليفون هنا اهوت، تمام، ومنزل عليه الابلكيشن وهبدأ انفذ اوردرات صوتية. مش شرط يبقى التليفون جنبي، ممكن يبقى في اي حتة، المهم ان الصوت يبقى واصل للموبايل او للجهاز السمعي اللي انا هستخدمه، لان ممكن يبقى اجهزة سمعية تانية سمارت انا بستخدمها. تمام، هنبقى نقولها ونشرحها، بس خلينا احنا بننفذ الاوردر على الموبايل، الابلكيشن الموبايل، والصوت على الموبايل، ونشوف هيتنفذ ازاي. هاي جوجل، turn on air. هاي جوجل، 2323. تمام، هنا اخذ على درجة الحرارة 23، ظبط على درجة الحرارة 23. تمام، هاي جوجل، turn off air. في الحلقة دي احنا شفنا مع بعض الجهاز الصغير ده، وشفنا قدرنا نتحكم في كام جهاز من اجهزة البيت ونحولهم الى اجهزة سمارت عن طريق التحكم فيهم من خلال التليفون. تابعوا معانا الجهاز ده، هنشوف في حلقات تانية ازاي نقدر نوظفه على اجهزة تانية غير اللي احنا شفناها، وازاي نقدر نستخدمه، وازاي نعرف الاجهزة دي على الموبايل او على الابليكيشن اللي انا هستخدمه. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش تدعمونا باللايك والشير عشان توصل الحلقة لكل الناس. حول بيتك لسمارت هوم ينتشر، ونقدر نحقق الأهداف بتاعتنا ان يبقى في انتشار لثقافة السمارت هوم او المنازل الذكية.